ماهر الحنيشي الكرة لهشام خليفة الانطلاقة من الجهة اليمنى تطويل الكرة خطيرة على دفاع الملعب التونسي التوزيع خطيرة الكرة هدف أول للنجم المتلوي أول أهداف المباراة لنجم المتلوي تشانس لروي يستغل وجوده في منطقة الجزاء وحيد دون رقابة إغالة الحارس سامي هلال يعطي الأسبقية توزيع الكرة كان من سيلفيو العمل كل العمل كان من الجهة اليمنى ثم في الفينيش شانس لروي يحط الكرة في الشباك والهدف الأول لنجم المتلوي مع مطلع الدقيقة 20 في هذا الشوط الأول واحدة بلاش لنجم المتلوي الانطلاقة قلنا كانت خطيرة من الميدان دومينيك ماندي طول الكرة على اللاعب حمزة الخضراوي يدخل منطقة الجزاء يتصدى الحارس يصوب ثم تبقى الكرة للملعب الأندلسي هدف التعادل هدف التعادل سند الخميسي تضرب الكرة في مدافع نجم المتلوي واتغالت الحارس مهيب الشامخ وهدف التعادل تقريبا في توقيت 38 دقيقة في هذا الشوط الأول قلت الملعب التونسي يبحث عن هدف التعادل وجاء الهدف قبل تقريب 7 دقائق من نهاية الشوط الأول 1-1 فسخ وعاود من جديد محاولة أولى كانت تصدر الحارس مهيب الشامخ على الصورة ثم تعود الكرة صدق جديدة في التمرير وفي انهاء الكرة حمزة أو سند الخميسي